عبد العظيم الشناوي، ممثل ومؤلف ومخرج إعلامي مغربي من مواليد الدار البيضاء. الأستاذ عبد العظيم الشناوي فنان متعدد المواهب والاهتمامات. انطلقت تجربته في التشخيص منذ أربعينات القرن الماضي، عندما طلب منه وهو طفل صغير آنذاك حوالي 8 سنوات المشاركة في مسرحية قدمتها إحدى الفرق المحلية بمناسبة عرس أقيم في الحي الذي ترعرع فيه بدرب السلطان. هذه زنقة زومبيز، زومبيز الزنقة اللي كبرت فيها واللي جيت لها وانا عمري 5 سنوات في ايامات الحرب العالمية الثانية. هذا المكان كان فيه المسيد اللي قرينا فيه وحنا دراري صغار في ايامات الحرب العالمية الثانية، وبقي نعقل على واحد الذكرى مهمة بزاف عشتها وانا طفل صغير. الوليد الله يرحمه خرجني من الدار وجايبني للجامع. فهذاك الوقت ما كانش لا تروتوار، ما كانش لا طرق معبدة، ما كانش البنايات. كانت هذيك الدار ديالنا اللي كبرت فيها، وهذا الدار اللي حدانا، وهذا كان واحد المحل كان مصحف، كان فيها الفرنساويين والأطباء الفرنساويين والناس اللي مرضوا داكش. بعد هذه التجربة الأولى في التشخيص اقتنعت هذه الفرقة المسرحية أسرته بالانضمام إليها، وهكذا توالت مشاركته في مجموعة من المسرحيات كانت تقدم في رمضان بساحة قريبة من قصارية الحفاري ضمن سهرات فنية، وكانت تستغل من طرف الوطنيين المناهضين للمستعمر الفرنسي لترميم رسالة مشفرة إلى الشعب المغربي وإلى المقاومين بشكل خاص. هذا هو النادي، هذا الباب ديالو، وشد حتى لديك الساحة وغادي تل الزنقة الأخرى. يعني فهذا الله يبارك فيك، في هذا النادي فين تكونوا واحد عديد من الممثلين. من الرجوع ديالي من مصر ما لقيت لا سينما ولا والو، كنا نكونوا فرقة، وكانت القومية متغلغلة في الحياة ديالنا، وسميناها الأخوة العربية، يعني على أساس أنها غتكون عندنا أخوة عربية في العالم العربي كله، وسمينا هذه الفرقة. وبدينا كنخدموا، بدينا كان هلال عبد اللطيف، مجد محمد الله يرحمه، صلاح الدين بن موسى، داسوكين الزعري، سعاد صابر، واحد المجموعه كبيره من الفنانين اللي هما الان يعني كيف كيقولوا راس السوق هنا، فين الاكثريه فيهم تكونوا هنا. وبعد انطلاق الشركه الفرنسيه تيلمو بالدار البيضاء في مطلع الخمسينات، وهي أول قناة تلفزيونية تجارية خاصة شهدها المغرب، اشتغل بها الشناوي كما اشتغل بها فنانون آخرون كالرائدين الراحلين إبراهيم السايح في الترجمة والتحرير، والبشير العلج في تنشيط بعض السهرات الفنية التي كان يحييها جوق الكواكب البيضاوية. مباشرة بعد عودته من القاهرة، حيث تلقى تكوينا في الإخراج السينمائي سنتي 1959 و1960، قدمت فرقة الإخوة العربية على امتداد عقد الستينات وما بعده من مجموعة من المسرحيات الناجحة من تأليف وإخراج الشناوي، وانضم إليها العديد من الممثلين المغاربة الذين أصبحوا فيما بعد جد معروفين، أمثال محمد الجم وعائد موهوب وعبد القادر لطفي ومحمد بن إبراهيم رحمهم الله. وبما أن الساحة السينمائية الوطنية قد شهدت حركية ملحوظة على مستوى إنتاج الأفلام المدعومة من طرف الدولة عكس ما كان عليه الأمر في ستينات وسبعينات القرن الماضي، عاد الحنين بعبد العظيم الشناوي إلى حلم راوده منذ مرحلة الشباب متمثلا في رغبته الدفينة. شنو علاقتك بجمال؟ جمال خطيب يا سيدي. يعني ماشي رجلك؟ إذا كنت مع 20 خارج نطاق الشرعية، وملي هو ماشي رجلك كيف استطعتي تشري رباك سيارة غالية؟ جمال كيبغيني يا سيدي، وما كيخسر لي شي حاجة، واللي طلبتها منه كيعطيها ليا. سبحان الله، هي انت وجمال مع عباس في المخدرات. صافي يا سي احمد،
عينتي السلعه ديالك شتا سير بشير، ولكن السلعه ديال هاد المره ناقصه شي شويه. الله يجازيك بخير، ما تقوليش هاد الهضره، انا دائما كتدي من عندي السلعه الممتازه. وي راه هذا محلنا، ولكن اليوم ناقصه، ما عندي ما نقول. اشنو كاين دابا؟ نطلب منك واحد الطلبه لك ممكن. تفضل. هاد السلعه ديال هاد النهار ديري الفاكتوره اللي داز اللي فات. ومعك القديمه؟ معايا كاينه. اش بدا عباس؟ هذا داك الكتاب معاك؟ اش وقفت كتسنى؟ سير خدي شغلك. لا انا ما شاركتش لاني كنت كنصور واحد العمل في التلفزيون، ما عنديش كيف ندير، ما يمكنليش نمشي انا ونخلي هذاك ليكيب كله واقف. هذا من جهه، يعني هي فرض كفايه، اذا قام بها البعض سقط عن الباقي، ما كاين حتى مشكل. سعداء سعداء وسعداء بهذا اليوم اللي تكرمنا فيه، واللي غادي يبقى ذكرى 40 سنة عن استقلال الصحراء المغربية. رحم الله الأستاذ عبد العظيم الشناوي، الفنان الشامل والإنسان الموهوب الذي جمع فيه تفرق في غيره. من أحسن الناس، من أحسن الفنانين، يبغي الخير لكل واحد. كان صديقي في الستينيات والخمسينيات مع الباس العلز وبصح البيضاوي، كنا نعملوا جولات وعملنا حفلات، ودخل عملنا التمثيل قدام محمد الخامس الله يرحمه. ومن بعد سيدي ولا الحسن الثاني صيفطنا عملنا زولة في اوروبا، بدينا في فرنسا هي الاولى، في باريس في لا سوليميتياليتي في الباريسين كيام، ومن بعد واحد عدد ديال الروايات والتاليف ديالو، وقرا واحد عدد الفنانين علمهم الى قروا هذا الشيء واعترفوا به. الله يرحمه الله يرحمه. اصدقاء عندي من هذوك الناس اللي عشت معهم، هو من الناس اللي كانوا تيبغوا لنا الخير، وكان هذا يقلب على هذا، وهذا يجتمع مع هذا، وهذا يعطف على هذا. ما دابا ما بقاش هذا الجيل ديالو، ما بقاش كان شي حاجه راه يخطفوها، ما كانش راه تيدخل ويسد عليه، ما يسقسي على الحبيب وعلى اصحابه. الله يرحمه الله يرحمه. المؤسس ديال عبد العظيم الشناوي هي كارثه عظمى، هي خساره كبرى لا على الساحه الفنيه او الساحه الاعلاميه. وعبد العظيم كان نعم رجل، انا كنت صديق ديالو لمده 50 سنه، وانا صديق ديالو وعرفته صديق ونعم الصديق. المرحوم اليوم خبر سيء وخساره كبيره للمغرب عموما، لان فقدنا فنان وفقدنا رجل وطني، رجل اللي كان دائما يعتز بالانتماء لهذا البلد، وهذا الشيء تعلمنا منه حنا كاجيال مواليه، لان كان البيت ديالو دائما مفتوح لينا، كان دائما كيستقبلنا، ما كيبخلش عنا الله يرحمه بالمعلومه، ولا قدر يقدم يد المساعده. ماشي انا اللي غنقول من هو عبد العظيم الشناوي. عبد العظيم الشناوي هو من الراعي الاول واحد الرواد المؤسسين ديال المسرح المغربي والاذاعه والتلفزيون. المغاربه كلهم كيعرفوا الاستاذ عبد العظيم الشناوي فقط غير من النبره ديال الصوت ديالو الله يرحمه، اللي غتبقى دائما تتردد في اذاننا. الله يرحمه ويوسع عليه وتكون الجنه يا ربي مثواه، ويرزق الاهل ديالو الصبر والسلوان. هذا النجم وهذا الرائد من رواد المسرح المغربي سي عبد العظيم الشناوي الله يرحمه، اللي حقيقه كافح وناضل واجتهد، ويعني من الرواد القدام، ولكن مع كامل الاسف يعني عاش فقيرا ومات فقيرا. الله يرحم هذا السيد، هذا عبد العظيم الشناوي صاحبنا اكثر من 40 عام، وحنا اصدقاء خدمنا مع بعضياتنا، اسسنا مع بعضياتنا فرقه الاولى ديال الهوات الاخوه العربيه، وعمل مسكين معنا في المسرح، عمل معنا في التلفزيون، وعمل في ميديا في طنجة 20 عام، ومع ذلك بقى دائما مرتبط بالمسرح وحبه للفن والتمثيل.